معكم اليوم انا يلا يا محمود. شو بتلخص شو بتلخصوا البرايم؟ جبير حنان كيف شو رايك بحالك؟ ليك رح ارجع اعطي رايي فيك بس انت قولي قولي بلش عندي. حنان متقدمة؟ حنان متقدمة. وفي محلك حياتي كيرسي بالفرنسي. انا كتب لي كون كيرسي. كيرسي يعني تكون شوي لا نسيم يا نسيم. نسيم زهقت. شيء جديد. نسيم زهقت طلعت يعني بروسية بلاقيك يعني نسيم زهقت. حنان ما بدي تزعل يا حبيبي انت بنت حلوه وجهك حلو وحلوه على الكاميرا بتحبك انت كراكوس يا رفايل منيح كلون كلون مونولوج منيح كلون طبل ده طبل مع الزرق احلى يعني مش لين بطلع مش انت بعشق روحك بالكلمات حسك بتغنيها لشي عشرة هيدي ايه الله 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 ايه جودة لما كانت فاتن هون كان عربي ايه مزبوط ضعت بوحدة هون وقف على الدرج مش ضابطة خيي مش ضابطة مروان غير انا موزع الغنية بدري بكير مروان بكير في واحد موزع الغنية وانا يعني دبحتيني هاي نوقف هايدي بس غني خلصت هايدي غنيتها طبعا فيروز حبك لا وزقفوا له سمح لا هيك زقفوا له زقفوا له برافو 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 تعلموا من هذا الشاب هيدا زلمة مشتهي يعني عباس ولا عباس؟ انا شو بحب عباس ولا عباس؟ شو بحب انا عباس ولا عباس؟ حمص كل انه عباس على عباس على لبنان عرفته عباس على يا ابن اللذينه يا اختي يا اختي يا اختي صور غمض عيني عبد الحليم شوفوا كيف غناها تعلموا منه عبد الحليم عبد الحليم عبد الحليم عبد الحليم بالمصر بتقول عبد الحليم عبد الحليم عبد الحليم احنا عبد الحليم أكثر شخص بينطرنا لا يطلع عرفت؟ بجد لا وتلاقيه كان طالع وشاف الراجل اللي بيعمل كده قال لك ما شوف الراجل اللي بيعمل ايه صدقني هتلاقي الواد بيغير اللي كان يقولوا لك لا شو وقت عدينا بتجي هنا أنيس قول معي خي قول معي خي عندك ايه التلفون رفايل خليك قاعد محلك خليك رجع اذا رجعت ترجع محلك خليك كمل بالك كنت بتعمله بشرفي عن جد امك بتصلي لك ليش لا تبقى البروجرام مش معقوله فهد بالليل لا هذه طرقتك فيها خليك كمل اللي كان بيعمله فهد بالليل كمل انت بتقلدني انا مين انا بتقلدني لا هلا انت زعلان من فهد بالليل طب انت شفته ما عندي شيء شخصي انا شفته ايه اوكي شو اخبارك كده ماشي اخر مره بتقلدني اصلا اخر مره اشوفك يا جماعه بعرف خلص زمطت انت زمطت جمعه ماضي ايه هيدا البرايم